اللي هي دي الضربات الركنيه. اول صوره هي معانا نوركوفيتش اللي هو رقم 9 بيتحرك على القريبه اللي هو الاكس الاولاني، الاكس الثاني عند دايره منطقه الجزاء اللي هو مسوهو بيصلحها له بدماغه لورا اللي هي بتتلعب على القائم القريب. كان زمان بوكير بيعمل كده في الاسماعيلي وبتاعت هولندا في امم اوروبا 83 يعمل كده يعملها العرض او انا واحد يلمسها. عشان كده هم بيحاولوا ياخدوا ضربات ركنيه كتير لانهم عندهم متحفظين لعبتين بالظبط. دي اللعبه الاولانيه نجيب صورتها ندي برده شك اهي مين اللي على القائم القريب رقم 9 اللي هو نوركوفيتش، ومين اللي على دايره منطقه الجزاء رقم 3. رقم 3 فاضي ليه؟ لانه كله مركز مع المهاجم لانه قطع القريبه، فرقم 3 ده لازم يتعامل معاه مان اللي هو مسوه اللي هو طوله 191 198 وحسب كلام احمد يا كابتن اسلام فعلا لازم ايمن اشرف يبعد عنه ما يقربش منه. يعني ده في الضربات الثابته او الركنيه اذا اتيحت لكازر تشيفز بعد كلام احمد لازم ايمن يعني يتم ممكن بدر بانو الركلات الركنيه في حاجه ثانيه في صوره ثانيه برضو الضربه الركنيه ثانيه اخر صوره معانا مسوهو اهو برضو نفس على دايره منطقه الجزاء برضو بتتلعب له مره واحده. اذا رقم 3 ده لازم نكمل الصوره بعدها هنلاقي برضو ان هو لازم يتمسك خطير ده خطير جدا فيه. في برضو صور تانية للمساحة الموجودة ما بين الباك رايت والمساك. اتفضل نكمل. دي برضو صور معانا بتوضح طريقة بناء الهجمة. على فكرة الحارس بتاعهم دانيال أجباي كورته حلوة دايما في تحضير الهجمة. هنلاقي يعني احنا لما نعمل ضغط عالي هم بيوقف اتنين جوه عشان انت ممنوع تدخل جوه الدايرة اثناء ضربة المرمى، فهو بيدي اتنين هنا وادي الليبرو اهو. تمام نكمل. بيعملوا شويه تمريرات قصيره. كمل بس بقيه الصور يا استاذ سمير. اهي دي اول صوره معانا اللي هي الهاف سبيس اللي هي المساحه الموجوده اللي حضرتك لاحظتها اللي هي بص حضرتك ثلاثة من الوداد الكرة بتترفع من هنا وثلاثة من الوداد واقفين فاضيين. الباك رايت والمساحة الموجودة ما بين الباك رايت وما بين المساك اليمين والباك اليمين مهم جدا ان انت تستغل الحتة دي اتلعبت بالعرض وقدر ان الحارس يخرجها. عموما ده واضح جدا دلوقتي اصبح الفريق قدامنا يعني واضح بشكل كبير جدا قد ايه ان هذا الفريق زي ما كريم قال هو فريق عشوائي ولكن زي ما احمد قال ايضا ان هو فريق منظم عشوائي يعني ما تعرفش تجيبه منين لكنه في نفس الوقت هو فريق منظم جدا. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه يوم السبت القادم. كالعاده بشكركم جدا على تواجدكم معانا وعلى تقطيعكم للفرقه يعني.